عدنان جيناك على البايسكل. على سلامتكم. الله يسلمك. هسه وين ما اخذنا؟ رح نروح للسوبر ماركت. اليوم رح اسوي لكم ريوق مو فطور. ريوق ويا علاوي اليوم. اي فلازم اروح اتسوق. ريوقك ايطالي عراقي يا خبط. رح اسوي لك مشكل اليوم. خوش. فضلكم رح اتسوق من البيت اليوم لانه اتغدى واتعشى برا صاير. علي شو غلست على البيض؟ هذا؟ ها؟ هذا البيض. المخرج يحب التوت محمد؟ توتي نبوت كل شيء. محمد حرك نفسك شوي اشتغل. كابتن أنا أشوف جماعتنا اللاعبين عراقيين يعني ثقافة الأكل شوية تقريبا معدومة. أنتوا كرياضيين تأكلون كل شيء يعني صح؟ ما عندكم التزام. أنا أشوف الأجانب يعني أكثر عندهم. مو الأجانب محمد أكلهم كله بصورة عامة صحيح. مو مثل أكلنا يختلف اختلاف مو طبيعي. إحنا إذا ما تحاول تقوم نفسك بهالمواضيع تنتبه لها يعني. لا أكيد. شوف هنا هنا من جيت أقلمت بشكل مو طبيعي. حتى من كانت تجي والدتي هنا تسوي دولمة وتسوي ما كنت آكل كمية يعني كبيرة. والشغلة الثانية المهمة إنه كل أكلي دائما ما يكون قليل الدهن به. بس قبل لما كنت بالعراق أحكيك بصراحة لا كان كل أكلي كله دهن. زين هاي بالنعكة منتخب وطني ينترحون. أنا دائما يعني مسافر وياكم أتكون طباخ هم ما أحس الأكل صحي يعني أحس كل شيء تأكلون هم لما تروحون معسكر أو بطولة يعني إذا ممكن نقارنها بغير منتخبات ممكن أكون فرق شوية يعني ما عندنا خلينا نقول مختصين بالتغذية بشكل صحيح على الأكل. هاي المشكلة. لازم يكون كل شخص له اختصاصه الخاص. لازم يكون الدكتور هو اللي يشرف على هذا. ولو الدكتور مالتنا ما مقصر بس لازم يكون أكو التزام أكثر بصراحة. بسم الله. سبحان الله أربعة على جهة اليمين راحن. هاني يسراوي. طبيعة جسمك تغيرت عن قبل. واي. صارت صح معضل. بس عبالك باللعب أثرت شوية بتصير ثقيل لأنه أكو عضلة كبيرة صارت. كان الجري عندي بدون معنى أكثر من الجري بالمعنى. ما نعلي ما نكون مختصين لما حكيت لهم على أدنان قالوا إحنا مركزين عليه يجري هواية. وينسى الأداء أو ينسى إنه يعني ما يقدر بالجري هو يسير المباراة مثل ما يريد. بالبداية كان صحيح. أنا أقول لك حتى بكأس العالم رغم الإنتاج اللي كنت أبذله بالمباريات وأقول وأصنع أهداف بس كان عندي جري بدون معنى أكثر من الربع الأخير من المباراة. أكيد طبعا نهاية المباراة يكون العدد التنازلي ينزل بصورة مو طبيعية. وحتى لو ما نزل دائما بعد المباراة يوم او يومين تكون عندي اصابات خفيفة ويكون عندي جهد عالي جدا يعني اكثر من كل اللاعبين اللي موجودين. هاي جزء من ثقافة الاحتراف. اكيد طبعا اكيد طبعا هسه اختلفت بنسبة كلش كبيرة. والدليل انه اول ما جيت هنا انا شلت اوزان كلش ثقيلة لانه رغم قوة جسمي من شنت بس اكو عضل يصير العضل الداخلي ما كان عندي مكتمل بصورة طبيعية جدا. وطبيعة الدوري الإيطالي يحتاج قوة بدنية عالية جدا. يلا أخوي تفضل. اقطع تعال يا ود.
نسوي تشيك إن هنا مكان القلعة. شوف احس هاي المدينة منها كلها تبين صايرة بنص المدينة من الطرفين اكو. مدينة حبيتها؟ اكيد هواي، هاي السنة الثانية لي يعني قدرت اعرف هواي شغلات. الاهم من هذا كل شيء انه النظام والهدوء والراحة، فشي مهم جدا بحياة اي لاعب كرة قدم. صراحة لقيت هذا الشيء بهاي المدينة. بس أبو حسين يعني ما ممكن إنه تخلي تركيزك على مو تندمج بالمجتمع ويأثر على مستواك وتفقد جزء من مستواك، صح ولا لا؟ صحيح طبعًا. شوف هو الشيء مكمل، الشيء خاصة بالنسبة للاعب كرة القدم. أكو أشياء مكملة للاعب كرة القدم إذا ما قدر إنه يسويها راح تصير له مشاكل هواية. أسمع هواي ناس تراجع مستوى علي عدنان وتراجع مستوى علي عدنان. ما لحد هاي اللحظة ما شفت هذا الشيء، مو لأنه أني اللي دا أتكلم بس ما شفت هذا الشيء، لأنه الحمد لله والشكر وضعي ممتاز. كل لاعب تجي ظروف تمر به تخليه يخرج عن إطار كرة القدم، أو ظروف تمنعه أنه يقدم مثل ما كان يقدم قبل. الظروف اللي صارت بيه مفيدة أشياء قليلة، أنه رحت ضحية مدربين، رحت ضحية تغيير مراكز، رحت ضحية المدرب الجديد الفريق أوديليزي تكتيكه يختلف. فهذه شغلات تصير لا إرادية بالنسبة للاعب كرة القدم، يعني حتى ما تقدر تكتبها بالعقد، يعني مستحيل. هذه شغلات لا إرادية تصير، والدليل أنه مع 3 مدربين بإيطاليا اشتركت بشكل أساسي كل المباريات إلا مع هذا المدرب الأخير. نشوف في مستقبل مالتك الجاي، وإن شاء الله تثبت العكس للجمهور ويكون مستواك بأداء متصاعد إن شاء الله. أكيد أكيد إن شاء الله. خلينا نكمل منها جولتنا ونشوف حتى نرجع ننزل لأن وقت التمرين مالك حيصير. علاوي قلت لي كانت أسعد لحظة بحياتك لما كنت متواجد بهذا المكان في لحظة وصولك، صح؟ شنو اللي يحتاج اللاعب العراقي حتى يوصل لهالمكان؟ أول شيء إنه يحتاج لازم تكون ثقافته واصلة بدرجة عالية جدا، لأنه أنا متأكد إنه اللاعب العراقي عنده كل الإمكانيات اللي تأهله يلعب أحسن دوريات في أوروبا. يعني هذا مو بس كلامي بس، لكن مثل ما تعرف يعني حتى أنا من الناس تنقصنا ثقافة اللاعب المحترف، ثقافة اللاعب المحترف الأوروبي هذه صعبة جدا. أعتقد الآن نسبة اللاعبين العراقيين الشباب أصبحت كبيرة جدا، لكن مع الأسف ماكو اعتناء بهذول اللاعبين. أتمنى من اللاعبين نفسهم إنه كل واحد يحاول إنه يوكل له وكيل أعمال يكون حتى داخل العراق وخارج العراق. أعتقد هذا فشي مهم جدا بالنسبة لكل لاعب، لأنه وكيل أعمال يقدر يقطع نصف المشوار اللي قطع لاعب. يعني أنت بالإضافة لمستواك وكيل الأعمال كان إلى نسبة وصولك إلى أندونيزيا؟ كان نسبة يعني أكيد سبب. شوف هو ما بخس حقهم الوكيل أعمالي نجم أبو عبد الله اللي وجه له تحية، وحتى كريستيان إيميل اللي عندك 2. أنا عندي 2، فبصراحة إنه كانوا صاحبين فضل من بداية مشوار علي عدنان لحد هذه اللحظة، هذا فشي ما نكره. لكن يبقى المستوى، تبقى وضعية اللاعب شلون كانت. أودينيزي تابعني تقريبا ما يقارب سنتين، حتى قبل التوقيع، حتى قبل التوقيع كان يتابعني من نهايات كأس العالم في تركيا. نرجع لموضوع اللاعب العراقي، اللاعب العراقي إمكانيته عالية جدا ويقدر يلعب أحسن الدوريات الأوروبية، لكن بصراحة مثل ما قلت لك إنه الثقافة تنقصنا كثير. علينا إنه كل شخص يريد يوصل لمكان وعنده طموح اللي هو هذا الأهم، لانه اذا ما كان تقصد ثقافه الاحتراف وثقافه الاحتراف ما اقصد غير ثقافه، لانه ثقافه الاحتراف تقدر تقطع نص المشوار بها هنا، لانه ما لازم تيجي وتتعلم كل الشغلات هنا، لانه يكون فاتك الوقت وتكون لازم تيجي تكون جاهز بنسبه اقل شيء 90%، لانه تيجي وتوصل دوري الايطالي هذا مو فد شيء سهل بالنسبه لكل لاعب. نروح ندخل للملعب يلا ونكمل هناك حوارنا. فكرة المقاعد الملونة
تخلي لنا واحد يشعر الملعب بجمهور حتى من هو ما راح يعني. وشكل الملعب ولطيف شكله جدا لطيف. اول مباراه لعبتها بهذا الملعب كانت مع فريق باليرمو، المباراه الثانيه بالدوري، اول مباراه غلب فانتس. نعم. المباراه الثانيه كانت مع باليرمو، اختاريت من ضمن افضل 11 لاعب بالدوري الايطالي بهذه المباراه، يعني تشكيله يعني اسبوعيه كنت من افضل لاعبين بالمباراه، ومن يومها دخلت حب الجماهير اللي موجوده هنا الحمد لله والشكر. فكانت المباراه الاولى بالنسبه لي، لكن كان فالها خير بالنسبه لعلي. الفترة اللي قدمتها بداية الدوري صار عندي ارتفاع بالمستوى جدا عالي، ولفت انتباه كثير من الناس، ومرتين يعني ثلاث مرات كنت من ضمن أفضل 11 لاعب بالدوري الإيطالي، فيعني هذا فد شيء كبير جدا. من بعدها صارت لي مشاكل، دائما كل أسبوع احنا نسوي فحوصات طبية، فحوصات دم وفحوصات للمسكلي كل أعضاء الجسم. فعضلات الجسم بالنسبة لي آخر دقائق المباراة بدأت تتعب كثير. بعدها بعد ما عدت وضع الطبيعي وجسمي عاد وضع الطبيعي، قدرت شوية أتأقلم وقدرت أرجع ألعب بالتشكيل الأساسي وكملت لحد نهاية الموسم. بس يمكن موضوع مهم يعني تعاقب المدربين، كل مدرب يجي بفكر جديد، يمكن هم أثر عليك؟ أكيد طبعاً، هذا بكل مكان. شوف الشيء اللي ما يعرف الجمهور العراقي أو الجمهور العربي اللي متابع علي عدنان ويقول ليش علي عدنان ما قاعد يلعب، صراحة هو مو شغلة مستوى علي عدنان أو مشاكل مع مدرب الفريق، لا بالعكس أنا أحترمه جداً، لأنه دائما ما يحاول ينطيني النصائح، بس لكن هو فكره شيء واني عندي العب بشيء ثاني، يلعب اشباه وسط باليسار وباليمين في سبيل انه يغلق الاربعه المدافعين ما يخليهم يصعدون. هذا الشيء يعني ما اقدر اسويه لانه صعب بالنسبه لي، لانه انا جناح مفتوح دائما ما العب حسب ما يريد كل مدرب صراحه. لكن تفاجات انه هذا المدرب يلعب بهذا الشكل، فهذا فشيء طبيعي جدا. دائما ما يتحدث معي، علاقتي بي طيبة. جلوسك على دكة البدلاء هي شيء تكتيكي من المدرب وليس كيف طبعا فيه. وعلي انه احترم هذا القرار، لانه طبيعة الاحتراف فشيء طبيعي جدا. انت هنا موظف، ادخل الصبح اطلع العصر، ادي واجبي على اكمل وجه، كنت اشترك او ما اشترك علي نفسي يكون مع الفريق، هذا الاهم. والاهم من هذا كله انه نظرة الفريق ونظرة رئيس النادي ومدير النادي، وهذا نظرة جيدة بالنسبة لعلي عدنان، يعرفون قيمة هذا اللاعب. احنا عندنا نفس الرؤيه دمبوع لما تكون اكو مباراه من على مصطبة الاحتياط. علي عدنان شنو رؤيته بالمباراه؟ هل هي للاعب اللي اخذ مكانه في التشكيل الاساسي، ام رؤيتك للاعب الخصم حتى تكون جاهز عندما تكون لاعب بديل؟ لا شوفوا بصراحه قبل كل شيء الحماس اللي موجود عندي بداخلي فشيء مو طبيعي جدا، والدليل دائما ما تكون هاي قاعد تهيج، دائما متحضر وحاط الواقعات، وهذا باي لحظه ممكن اشترك في المباراه. عليك بأي لحظة لما تشترك لازم تسوي الواجبات اللي يريدها من عندك المدرب، وهذا هو الشيء المهم بالنسبة للدوري الإيطالي، لأنه دوري تكتيكي بنسبة عالية جدا، يتعب تكتيكي يتعب جدا. فلهذا السبب عليك أنه تكون جاهز بأي لحظة، ممكن تشترك بأي لحظة. والدليل المباراة الأخيرة كنت جالس على مقاعد البدلاء بدون حتى ما سويت حماء، رأسا لبست التيشيرت ودخلت على الملعب رأسا بدون حماء. فيعني لازم تكون جاهز بنسبة عالية جدا وتركيزك عالي. اشرفوا على تدريبك مدربين اجانب كثر من خلال اودينيزي، لكن العقليه الاجنبيه ما اشرفت عليك مع المنتخب الوطني، كيف تقيس الكفاءه العراقيه في قياده منتخب العراق؟ هل هي قادره ام انت مع العقليه الاجنبيه؟ شوف الفتره الاخيره بصراحه جربنا كثير من المدربين بالنسبه للمنتخب الوطني، حتى هنا عندنا بالفريق جربنا تقريبا ما يقارب 4 مدربين، مروا عليه مدربين كثير. صراحة فكر المدرب الأجنبي يختلف كلياً عن فكر المدرب العراقي أو المدرب العربي بصورة عامة، لأنه صراحة واصلين مرحلة عالية جداً، يعتمدون كثير على التكتيك، يعتمدون على كرة القدم فقط، ما يعتمدون على شغلات أخرى خارج الملعب، ما يدخلون بحياة أي لاعب كرة قدم. على لاعب كرة قدم يجي يكون جاهز بنسبة عالية بالوحدة التدريبية، بعد الوحدة التدريبية يكون شخص عادي ما له دخل به حتى لو شافه يمكن بالشارع. فانه الفكر اللي واصلي له ونسبه الاحتراف اللي واصلي لها تشفع لهم ان يكونوا مدربين في ايطاليا. بالنسبه لنا بصراحه جماعتنا ظلوا
ظلوا يشتغلون داخل العراق فقط، ما حد حاول انه يطور نفسه ويطلع برا العراق يدرب له فريق او يدرب له فريق عربي او ينتقل لاوروبا حتى لو فريق درجه ثالثه درجه ثانيه. بصراحه كان اني بنظري انه الان اصبح المدرب الاجنبي الحل الوحيد بالنسبه للكره العراقيه، لكن بشرط انه تتوفر لك كل المقومات وما حد يتدخل بشغله، لانه اي مدرب الان لما يكون شخص ثاني يتدخل بعمله ما راح ينجح مستحيل، وراح تسبب خسائر كثيره بالنسبه للفريق، لانه المدرب الاجنبي لما يجي اكيد راح يوضع الخطه اللي يريدها وراح يوضع السيستم اللي راح يمشي عليه. فاعتقد هذا الشيء صعب يكون بالعراق لانه يعني ظل هذه الظروف الصعبه. من كلامك المدرب الاجنبي انصف علي عدنان اكثر من المدرب المحلي؟ تقريبا، لانه حتى لما كنت اروح المنتخب وارجع ما العب كنت اجي اشترك هنا بالمباريات. فيعني بصراحه احكيها بكل صراحه انه المدرب الاجنبي دائما ما ينصف علي عدنان ودائما ما ينطي قيمته اللي موجوده، والاهم من ذلك يعرف شلون يوظف علي عدنان. فضل احب اسمعها هوايه، وكنت اسمعها اكثر، وحاني شاكر شيرين، بس اكثر شيء وائل جسار بصراحه لانه كلش احب وائل اغانيه كلش حلوه. بس اللي يحب وائل ادى قلب يدق لازم، هو القلب دق وراح من زمان، قلب يدق مره واحده بعد ما يصير يدق مرتين. ما اشوف اسمع اغاني حزينه لا. ومن التقريب عن المباراه او شيء تسمع غير كينستايل؟ اكيد لا لا، اكيد اسمع اغاني شويه تكون سريعه بها فرفشه بها، هذا اغاني المنتخب بصوره عامه يعني احاول اسمعها قبل المباراه. اكثر اغنيه تسمعها خاصه بالمنتخب تشدك تخليك بحماس اللعبه ياهم؟ والله هواي اغاني بصراحه خاصه هالفتره هذه، بس اغنيه وليد الشامي اللي نزلها بكاس الخليج اللي بالبحرين اتذكرها. تاريخك يهز دنيا العراق ويا كبر اسمك من بعد بايام حكيم شاكر. بأيام أبو الحسن. تحب حكيم شاكر؟ أي كلش علاقتي بيه طيبة جدا، حتى خارج كرة القدم علاقتي بيه طيبة جدا. إنسان جميل جدا قبل ما يكون مدرب كرة قدم، فلهذا السبب كل واحد يعاشر حكيم شاكر يحبه. أكثر من أنصف علي عدنان حكيم شاكر؟ نعم نعم. كان يعرف شلون يوظف اللاعبين، وظفني أنا بشكل خاص بشكل مو طبيعي جدا، وكان سبب احترافي بتركيا وسبب بروزي بكل البطولات. يعني كنت ماخذ مكاني صحيح، والحمد لله والشكر قدرت أسوي هواي إنجازات بهذا. داش وقت أتأكد هواي إنه ده يخليني ألعب بمركزي، تسوي لك أفضل مركز مالك؟ إيه أكيد، مو قلت لك أنا اللي يفهم كرة القدم يعرف إنه مستواي ليش تراجع، هو مو مستوى اللي تراجع، مستوى الفريق بصورة عامة اللي تراجع، هذا يعكس على بسبب نتائج الفريق، بسبب وضعية الفريق، بسبب الوضعية بصورة عامة، هذه كلها تعكس على اللاعب اللي يجي. كثير من الناس تأمل إنه علي عدنان لازم ينقذ الفريق، بس بصراحة إنه كرة القدم تعتمد على 11 لاعب، تعتمد على فريق، تعتمد على كادر تدريبي. فيعني بصراحة كثير من المقومات إنه خلت علي عدنان بهذا الموقف الصعب، ونكون واقعيين كنت أتحمل جزء كبير من عدها، الجزء اللي ضحيت به بالنسبة للمنتخب الوطني ما حد قدره لحد هذه اللحظة. جيت اكثر من مره هنا، كلش احبها لانه قريبه على المدينه مالتي. تحس الاجواء مو ايطاليه بالضبط، لانه حتى البناء العمراني يختلف.
صح، لانه على حدود النمسا لو على حدود سلوفينيا. لا هي هسه احنا على حدود سلوفينيا، بس كانت عاصمه نمساويه قبل. فهذا السنتر مالتها وهذا البحر يكون منه. انت شفت هواية مدن، احلى مدينه شفتها يعني، مو بس مجرد اخانتك فيها، حتى من خلال سفراتك مع المنتخب، اجمل مكان شفته اياها؟ انا بصراحه حبيت برشلونه. برشلونه بس انت مدريدي على كيفك. اي لا هذا شيء منتهي من عنده، بس حبيت برشلونه لانه برشلونه جميله جدا، وحب اسطنبول هواي. اسطنبول حلوه. اي هذول المدينتين اللي ارتاح بيهم. زين انت رجعتني لسه تركيا، مدام جبت طاري اسطنبول. لعبت فتره بتركيا وقبلها شنت بالعراق وجيت تركيا وهسه بايطاليا. تقدر تعطيني فد ملخص من الناحيه الفنيه شنو الفروقات اللي شفتها من خلال تجربتك بثلاث دول، عراق تركيا؟ شوف خلينا ما نجامل اول شيء لانه ماكو قياس، الكل يعرف الوضع اللي يمر به العراق لهذا السبب. كره القدم عندنا ما بيها اسس تكون صحيح اللاعب كره القدم. بصراحه بتركيا كان موجود احتراف، بس مو ذاك الاحتراف اللي شفته بايطاليا، لانه الدوري الايطالي دوري محترف على مستوى عالي جدا. فيعني هذه فروقات نوعيه اللاعبين، نوعيه الفرق اللي موجوده هنا عكس ما موجوده بتركيا. صحيح بتركيا في فرق كبيره جدا، غلطة سراي، بشكتاش، فنربخشة، ترابزون، اكو فرق كبيره، بس كدوري كوضعية الدوري تختلف كثير على الدوري الإيطالي. الدوري الإيطالي جميل بكل معنى الكلمة، الشغب الجماهيري، إيطالي هي أصلاً حلوة. يعني كرة القدم نسبة الاحتراف عندهم واصلة يعني مرحلة عالية جداً، وهذا الكل يعرفه. فيعني أنهم نسبة الاحتراف أعلى بكثير من الدوري التركي. اتذكر باستراليا انت ويونس من الصبح اول اثنين على البحر. اي هو يونس هم يحب المي هوايه، بس صار بوقتها صار اكو موقف كلش حلو، كان يعني هم علي فائز. يونس من النوع الخويف هواي، يخاف من كل شغله. فعشاقه ويا اول ما دخلنا المي قلت له يونس طلع لنا هذا الحوت. يقول لي لا 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 كذب، مرتين ثلاث مرات سويتها بيه ما يفز وما يخاف ما ادري شو، لان يدري انه مستحيل يطلع. فسبحان الله دخلنا شويه بالعمق بعدين شفت فتشي اسود طالع. صارت صدق. فيونس يصيح لك علي اجى قريب علينا ما ادري شنو، انهزمه هو علي فاز، عبالي يسوون نفس الموقف اللي سويته بيهم. ظليت انا بالمي والله عدين وصلوا بعيدهم، وقلت خلنا ندار لي ورا، داريت ورا شوف فتشي اسود قاعد يجي علينا هيك. يعني تخيل المسافه انه يونس وصل لهذا واني بالنص، تخيل انه غلبتهم يعني صارت اسرع من عندهم، كانوا قريبين هم على الخروج. فيعني كان موقف كلش حلو. بعدين لما طلعنا انتظرنا طلع دولفين، هذا الدولفين لما يجي وين يقعد يقول هيك يطلع عادي طبيعي. فضل قال له ادري كان مطلع، قلت له هسه صرت تبع عليه. زين شفت جبت طاري يونس و احكي لي الصدق، يونس يفيد الفريق كان تصفيات كاس العالم لو لا؟ لو لاعب يعني انتهى عطائه. اشوفه شلون تعرف انتهى عطائه ولا ما انتهى عطائه؟ الفتره الاخيره حتى من كان يلعب يونس موجود كانت الكل تنتقد يونس، بس يونس دائما كان هو اللي يربح، هو اللي يربح الرهان بالاخير، لانه دائما ما ينقذ الفريق بالاوقات الصعبه. بنظري انا يونس كان فتشي، كنا فاقدين يونس بالتصفيات بصراحه، رغم انه ما اكذب عليك انه امره كبير وما يقدر يقدم مباراه كامله، لكن يونس كان تواجده مهم جدا بالمنتخب الوطني. بصراحه ما كنا نفتقد القائد لانه بصراحه قاصد وعلى عبد الزهره كفوا ووفوا، بس لكن قلت لك انه تواجد نجم كبير مثل يونس محمود واسم كبير ممكن انه يشترك في دقائق من المباراه، ممكن انه يخلص لك المباراه. بس ما تحس يونس يعني ابعد نفسه بنفسه احيانا، تصريحاته غير مسؤوله؟ اللي عاشه يونس من الاعلام العراقي خلينا نحكي بصراحه، اذاه هوايه
يعني يونس واحد من افضل اللاعبين اللي مروا على الكره العراقيه ودائما ما ينتقدوه كثير من الناس. ماكو لاعب يظل على طول 10 سنين يقدم مستوى طيب، هذه كره قدم يعني، خلي الناس تعرف انه مباراه واحده ما يسجل او يضيع فرص او مباراتين تبدي الناس تنتقده، يونس كبير يونس بطل، المباراة اللي بعدها يونس ينقذ الفريق ويسجل، يونس محمود افضل لاعب بالمباراة، يونس هو اللي فايد الفريق. فيعني يقدر يعود؟ حاليا صارت صعب لانه تعرف انت الان التصفيات بالنسبة لنا انتهت، فراح يكون وقت طويل على التصفيات الاخرى او اي يمكن مشاركة كأس الخليج، كأس الخليج او هذه، بس هذه مو شغلات اساسية مثل تصفيات كأس العالم او تصفيات كأس اسيا. فأتمنى له التوفيق، اعتقد انه يقدر يخدم الكرة العراقية مو فقط جانب الاداري. اكيد شوف لبسي كان يختلف كثير بتركيا، بس بصراحه من جهه ايطاليا اختلف لبسي بشكل مو طبيعي، لانه الماركات الموديل المدير كل الشغلات توحي انه لازم انه تغير الستايل مالتك. بالوقت صار افضل، بس قدرت اتماشى مع الموديل، لكن بقت انه ملابسي تكون رزنه اكثرها رسميه، تكون مرات اكون سبورت حسب الطلعه اللي اخرج لها حسب المكان. قلت لك مثل ما قلت لك يعني اقل محل هنا تلقى بيه اكثر من ماركه موجوده، فيخليك انه يصير غصبا عنك انه لازم تلبس زين، ولازم يكون لبسك زين، وتعرف انه فريق محترف كبير ولاعب كبير عليك انه تكون لبسك، واني من النوع اللي يهتم بهاي الشغلات كثير. طول ما كنا اليوم نصور في نادي أودينيزي مع علي، كان دائما يتردد اسم رضا، واشوف دائما علامات الرضا على وجه علاوي، فاحنا اليوم اصرينا ان نرتقي برضا. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا فيكم. اكو قصه التعارف اريد يعني نوجهها او الجمهور يعرفها، وعلي قال لي يعني لو ما رضا كان ضعت هنا. مصروها علاوي، علاوي اول ما شفناه حبينا نحن، فتحنا له قلوبنا واعتبرناه واحد منا. حلو. انا عندي عمر، قلت لنا صار عندي عمر وعلي ما شاء الله ما شاء الله، كلياتنا اخوه ان شاء الله، شابين عمر وعلي نفس ال. حلو. عرفنا انا وعلي على بعض في اول ما صار تقديم علي بالنادي الأودينيزي، اتصلوا فينا فرحنا يعني خلينا نقول من باب الترجمه نعم. حكينا مع بعض اول شيء، تعرفنا على بعض وفتحنا كثير لبعض، ومن هذاك اليوم بقيت الصداقه والاخوه والمحبه بيناتنا لا حد دلوقتي. حلو. ما كتير مهتم برياضه كنت انا ولا كره قدم، يعني كنا ايام الشباب، لكن بعد لما جينا على ايطاليا يعني محبه رضا علي خلته جبرته انه يتابع كره القدم ويشجع. لا ما جبرتنيش، حبيتها من حبيتها. انت حكيت، هو حكى لي انه اول ما اجى على ايطاليا كانت عنده صعوبات من ناحيه الاكل والطعام، بالتاقلم ايه مع المطبخ الايطالي لانه مختلف طبعا يعني شوي عن مطبخنا.
فبالبداية لقى صعوبة، فكانت فرصة أكتر إنه نحن نقول له تعا يلا ما بتقدر تأكل برا، تعا دوق عنا هالأكلة وتعا دوق عنا هالأكلة. إيه صارت فرصة يعني، حتى أسماء كتير كان يسمع فيها دا أو جربها عنا. هو قال لي حتى اللغة دا يتعلم من عندكم. إيه إيه حتى هلأ تقريبا شوي شوي بدي يصير يحكي حلبي. ما عبر يوم ما شفت الرضا بصراحة، وحتى من يسافر يوم أو يومين من أسافر على المنتخب بالواحد يخابر الثاني وهيك، فعلاقتنا صارت أكثر من عائلية بصراحة، لأنه صار لي سنتين وياهم شفتهم أكثر ما شفت أهلي. الحنية اللي شفتها بهذول الشخصين الاثنين خاصة ما شفتها من أي شخص. عوضوني عن أبوي وأمي بصراحة، عوضوني عن أخوتي الكبار بصراحة، ما خلوني أحتاج لأي واحد، ولهذا السبب ما أحب علاقاتي تكون كثيرة، اكتفيت برضا كفى ووفى الحمد لله والشكر. الحمد لله. كلهن كلهن ما دام جبتك على البحر، بعد الكلام الصريح هسه اريده يطلع من عندك، قل لي بصراحه راضي اخطا لو لم يوفق؟ راضي شنو ظروف ما خدمه المنتخب الوطني. وجهه نظري انه اي مدرب يمسك المنتخب الوطني بهاي الفتره انه ما راح يقدر يقود الفريق مثل ما يريد الجمهور العراقي، لانه الظروف اللي داخل كره القدم اللي بالعراق ظروف صعبه جدا الكل، انه هذا واقعنا بصراحة. أكو خلل لازم نعالجه، إذا ما عالجنا هذا الخلل راح تبقى مستوى المنتخب الوطني ما راح يتغير من عنده شيء، يبقى دائما مستوى متقدم. بس يعني تصفيات كأس عالم تحتاج أحيانا استقرار بالتشكيلة، شفنا بأكثر من مباراة أكو اختلاف بالتشكيلة، حتى أنت أكثر من مركز لعبت. أكيد طبعا، شوف الضغط الجماهيري اللي صار على كابتن راضي شنيشن ممكن انه يكون اثر بنسبه كبيره، لانه مو بس الجماهير، ايضا لاعبين، صحافه، لاعبين سابقين، صار ضغط كبير على المنتخب الوطني من بعد المباراه الاولى امام استراليا. خلينا نكون واقعيين، وقعنا كثير من الاخطاء ما قدرنا انه نصلحها في داخل المباريات، عندنا لاعبين انصابوا، عندنا لاعبين انحرموا، فيعني صارت لنا مشاكل كثيره رغم المشاكل اللي عندنا احنا اصلا موجوده. تصرف اللي موجود مثل ما نقول، حاول يغطي الفراغات اللي موجودة، يعني مثل ما قلت انت انا لعبت اكثر من مركز، المباراة الثانية مع استراليا لعبت خلف المهاجمين لانه على عبد الزهرة بالحمات عور البديل، كلت اني لانه كنت العب شبه يسار، دخلني تحت ولعب علي بهجة مدافع يسار وصعد برغام شبه يسرى، فيعني انه حاول يسد الفراغ بلاعب ممكن انه يقدر يسد هذا الفراغ. وجهة نظره هو كمدرب. زين عادي، انت يعني اتذكر ممكن وياكم مدريه اشتكيت من غني شهد، يعني لعبت ظهير، يعني لعبت شبه يسار، وعلى اعتبار انه كان ضرغام موجود مدافع يسار، مع راضي نفس الشيء تكرر بس بدون ان يشتكي على عدنان، بعكس مع غني شهد انه اشتكيت، هل هذا انه سلطة راضي او شخصيته كانت انه تفرض عليك دون ان تتحدث بهذا الموضوع؟ شوف اول شيء خلينا نوجه تحية للكابتن غني شهد، لانه بكل صراحة واحد من المدربين اللي ارتاحيت نفسيا وياهم، ارتاحيت بكل شيء، مدرب ذو قيمة عالية جدا، واحد من المدربين القلائل اللي بالعراق اللي يقدرون يقودون كل المنتخبات الوطنية ويقدرون يقودوها بصورة ناجحة جدا. الكابتن غني شهد غني عن التعريف، انجازاته هي اللي تشفع له بصراحة، ماكو داعي انه اتكلم وامدح فيه. بالعكس ما صارت اي مشكلة او خلاف بيني وبينه، بالعكس صار مجرد انه سوء تفاهم مثل ما نقول، بس لكن حل الامور بنفس اللحظة. اللي صار انه كنت العب مدافع يسار صحيح مع الكابتن غني شهد في كل المباريات الوديه، قبل المباراه الرسميه بيومين او ثلاث ايام جو لاعبين اللي كانوا يلعبون بريزا سبور، اخر المحترفين وصلوا هم ضرغام وعلي حسني وعلي فايز كانوا هم متواجدين معانا ايضا،
وصلوا متأخرين. صراحة خلينا نكون واقعيين إنه يمكن أول مرة بالعراق يجوا مدافعين يسرى بنفس الستايل ونفس الأسلوب. ممكن إنه هذا يأثر كثير على كثير من المدربين. واحد يكون محترف في تركيا، واحد يكون محترف في إيطاليا، أي مدرب ممكن إنه يواجه صعوبة، لكن تبقى قرار المدرب هو اللي صح. اللي صار إنه ما اشتركت بمركزي، ممكن انزعجت لأنه تعرف واحد حد هاي اللحظة يتعلم. ممكن أكون أخطأت التصرف بسيط جدا، لكن الحمد لله والشكر تم حله بكل سهولة. هذا أتذكر قرار الخطأ، يعني أنا كنت موجود بس إحنا ما كشفنا هذا الإعلام. أنت ترجع من البرازيل أول يوم قبل لعبة الدنمارك، وقلت لك إنه صار سوء تفاهم بسيط جدا، بس رغم الوضع اللي كنت فيه وضع صعب جدا، لكن صدقني مستحيل إنه كنت متردد كثير انه اعوف المنتخب هذه الفتره ولسه باقي يوم وثاني يوم على المباراه، لانه ما تعودت اسوي هذا الشيء. وبعدين افضال الكابتن غني شاهد بالنسبه لي افضال كبيره جدا، والاهم من هذا المدرب الوحيد اللي يجزارني هنا واللي حاول بذل جهد كثير في سبيل يحصل على خدمات علي عدنان يكون متواجد بالريو. صراحه هذا الشيء اللي وقفني. غني شاهد واحد من المدربين اللي اتمنى ارجع ادرب وياهم مره ثانيه. ما كل لاعب بالمنتخب الوطني انظلم مثلي، ما كل لاعب انظلمت شخصيا كثير بصراحة. الجماهير العراقية اللي هم صاحبين الفضل على علي عدنان لحد ما وصل هذه المرحلة الآن ينتقدون علي عدنان بصورة غير طبيعية جدا، لكن خلينا نعتذر من عندهم على اللي صار بالتصفيات. وأنا شخصيا الاعتذار من شيم الشجعان، أول مخطئين أني، وأتحمل جزء كبير جداً لأنه الناس كانت حاطة ثقل على علي عدنان كبير. أنا بنظري أنه هناك كثير من الشخصيات اللي تستاهل أن تقود الكرة العراقية، وأنا متأكد هذه الشخصيات لو توظفت بالمكان الصحيح راح تقدر تخدم الكرة العراقية بصورة مو طبيعية. انتظر مني خبر باكر، خلص تمرين ونتواصل ان شاء الله. عطني اوكي، بدنا على التليفون يلا حتى سيو تومورو. يلا حبيبي عشيه سبحان الله. هاي لك الاغنيه ترى هاي سابقا صارت اخبار هواية انه تروح البشكتاش، وقبل ما تجي الاودينسي جت اخبار انه على اساس انديه الدوري الاسباني. هاي كلها كان صحيحه لو مجرد اعلام؟ يعني جتني هواي عروض، كانت هواي فرق تريدني. اقرب فريق كان سبورتنج لشبونه، لكن اداره الفريق ورئيس النادي رفض صراحه. قال لهم انه ما اريد افرط بعلي عدنان في سبيل، يعني هذا الحكي اللي دار بيني وبينه بالاجتماع ويا المانجر مالتي، ما اقدر افرط بعلي عدنان على مود مدرب الفريق، ممكن مدرب الفريق يمشي باي لحظه. فانه صار الاتفاق اذا ظل المدرب او رحل المدرب يمكن يكون نسبه بقائي بأودينيزي سنه ثانيه، لانه علاقتي طيبه الحمد لله برئيس النادي واداره النادي. يمكن يكون بقائي بأودينيزي نسبه ضئيله جدا اذا بقى المدرب. الوجهه اللي راح اختارها لازم تكون اذا مو افضل من أودينيزي لازم تكون بنسبه أودينيزي او بنسبه الدوري الايطالي، لانه ما يصير ارجع ورا. قطعت مرحله الان، صرت بمنتصف الطريق، علي انه اكمل الامام ان شاء الله. بعيدا يعني عن النظر للامام وتريد انديه اعلى، لنفرض انه اجى الوقت اللي تلعب فيه بالعراق، اي نادي راح تختار؟ بعيدا عن يعني خلينا نقول مع قلبك اي نادي تختار؟ زوراء. زورائي. بس اشوفك انت ترى نشط بالمواقع التواصل، يعني مو غلط.
اكيد جمهور ينتظر من عندك انه دائما ما تواصل ويا الجمهور، دائما ما تواصل ويا هذا، فيعني فشي كلش مهم. انا شخصيا لاحظت ويا المنتخب لياقتكم مو مثل ما كان غونزالو، صح هذا الشيء ولا لا؟ شوفوا غونزالو واحد من المدربين اللي ثبتوا بصراحه وقدر يدخل قلوب العراقيين وقلوب اللاعبين العراقيين، لانه اللاعب العراقي مثل ما قلت لك البيئه اللي عايشها صعبه تكون جدا، جاي من وضع صعب جدا، ظروف صعبه جدا، فكل شيء صعب، فلما يجي مدرب ويكون انهم يحاول دائما ما يخرجهم من الاجواء النفسيه، لانه الكل يعرف انه بالمنتخب الوطني دائما ما نكون يعني نكون دائما بالاوتيل، حتى خروجنا يكون قليل جدا، فغونزالو دائما ما كان ينقذ الفريق انه يطلع من هذه الاجواء، دائما يسويكم انجوي متعه يعني، دائما ما كان يسوي هذه الشغلات، ويعني نجح بنسبه كبيره، مع العلم انه واحد من المدربين اللي انا دربت وياهم شخصيا، واحد من المدربين الكبار. وشنو الفرق ويا تشافي المدرب الحالي؟ تشافي اول شيء انه مدرب جيد، لكن عقليته صعبه مع عقليه اللاعب العراقي، ممكن انه انا افهم عليه بسبب انه اتكلم معاه، ممكن انه احمد ياسين او اللاعبين اللي يتكلمون معاه انجليزي يقدرون يفهمون على طريقته، لكن تشافي اللاعبين العراقيين بصوره عامه انه التفاهم مع ويا تشافي صار صعب جدا. هذا ما يمنع انه تشافي مدرب سيء، بالعكس تشافي واحد من المدربين، وايضا تنقص الادوات وتنقص كثير من الشغلات، لانه بالوضع اللي احنا به، فلهذا السبب ما اقدر ينجح بنسبة كبيرة جدا. يعني اشوف جمهور دي ينتظرك، يلا all together وثمانين دقيقة عندنا تصوير خلال 5 أيام تقريبا، احنا كل الأيام قضيناها وياك ما خلينا، وانت ما قصرت فيها صراحة. شنو رأيك بالتجربة؟ قبل التجربة وقبل خلينا شيلنا من الإعلام هسه، كسبت 3 أخوة بصراحة عزيزين على قلبي، وردة على الله، أشرتكم حلوة، كنتوا خفيفين هواي ودخلتوا القلب بسرعة بصراحة. الهم من هذا كله أنه كسبتكم، هذا فتشي كبير بالنسبة لي، وهي أصلاً الحلقة كانت ممتعة جداً، أنا متأكد أنه راح تصير واحدة من أحلى الحلقات بحياتي، لأنه أول مرة أنه لاعبين عراقيين يجون، فالمبادرة حلوة جداً، تفاجأت بها بصراحة، فرحان بكم هواية وحزين نفس الوقت أنه راح تفهم بساعة إن شاء الله نلتقي، أكيد إن شاء الله. زين هسه آخر شيء نقدر نحصل دريس لو ما نحصل؟ أنا جبت لكم هدية بس ما أدري كدريس ماكو شيء أسوله بيض